بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل عندنا اليونت الثاني. اليوم إن شاء الله اليونت رقم 2 والمحادثة الأولى. Where can I get this cleaned؟ أين أستطيع أن أجد مكان لكي أنظف به هذا الشيء؟ طيب، عندنا هنا حوار. Describe what is happening in the picture. How do you think these people are feeling? صف ما تراه في الصورة أو ما يحدث في الصورة، وماذا تعتقد أن هؤلاء الناس كيف يشعرون أو ماذا تعتقد بأنهم يشعرون؟ طيب، خلينا نقرأ المحادثة ونكتشف إيش قاعد يصير. بعدنا مع بين ساندي وماري. ساندي قال أو ساندي قال watch out. watch out معناها يعني احترس أو ترقب، يعني oh no you got office on your you got office on your shirt. عفوا، كافي وليس office. كافي طبعا انت اوقعت او تلطخ قميصك بالقهوة، وقعت بعض القهوة على قميصك. ماري قال just my luck. what I'm going to do now. I have got my Valium recital this afternoon. عفوا، recital اللي هي معناها القاء الخطبة. just my luck هنا معناها شوف حظي. شو احنا نقول شوف حظي؟ هيك نقول يعني شوف حظي. نعم. what I'm going to do now. شو راح اسوي هسه؟ I have got my Valium recital this afternoon. يعني انا عندي القاء، عندي لقاء او عندي حضور لقاء او يعني هسه احنا راح نكتشف اللقاء شنو او حضور شنو. القاء هو عنده لقاء، بس شنو اللقاء بالضبط ما نعرف شنو اللقاء، هسه راح نشوفه. طيب، القاء الكمان اعتقد العزاء الكمان. نعم، القاء عزف الكمان، عنده القاء عزف الكمان. I could lend you a spare t-shirt if you want. قالت له مو مشكله، اذا تحب اعطيك اني تيشيرت اذا تحب. قال لها thanks but I really need this shirt. بس حقيقه انا جدا احتاج هذا التيشيرت، قميص. Do you know where I can get it cleaned? تعرفين وين أقدر أنظفه أو أخليه نظيف؟ It has to be really fast. ويجب أن يكون جدا سريع، بسرعة يعني أقوي. ساندي: Well, I think there is a dry cleaners in the mall. أعتقد بأنه أكو بالمول هنا غسالة ملابس. Across the street. كروس عبر، يعني شلون احنا نقول. نعم، طيب، يعني نعم، خلينا نقول على الجانب الاخر من الشارع. كروس ذا ستريت، على الجانب الاخر من الشارع. اور دو يو كان اور يو كان تراي تو درايف ذا كلينرز اون واشنطن ستريت. او تقدر تنظفه من خلال شارع واشنطن. It's next to the King Building. يكون موقع هذا الغسالة الملابس أو اللي ينظف فيه ملابسه بجوار بناية الملك، يسمونها King Building. أوكي، راح يتكلم ماري. أوكي، I will try the mall first. خلينا أجرب أشوف المول بالأول. Where was the other one؟ وأين كان
where was the other one? وأين الآخر؟ It is a small dry cleaner next to the king building. قالت إيه أوكي طيب والثاني وين؟ سألها قالت له أكو واحد شوية قريب على ال king building اللي هي بناية الملك يعني بناية الملك شلون إحنا نقول مثلا المطعم التركي أو نقول مثلا مول بغداد يعني اسم معين about two blocks from here blocks يعني خلينا نقول يعني بنايتين أو يعني سايدين هيجي ورانا شلون إحنا نقول مو الشارع الأول ولا البيت الأول which one is the king building أي منهما هو بناية الملك بناية الملك it is that big glass office building just past the park it has a green glass dome on the top تتوصف له تقول له طبعا هذاك المكتب ذو الزجاج الكبير البناية التي تحت مكتب البناية ذو الزجاج وطبعا هذا يكون بقرب البارك It has a green glass done ولون الزجاج يكون أخضر Okay, maybe I will just go buy a new shirt in the mall وقال لهم والله ممكن أشتري أني قميص جديد قال لها What do you think? شنو رأيك؟ شو تقولي؟ شنو تنصحيني؟ قالت له I that might be faster أعتقد إذا اشتريتي قميص جديد راح يكون هذا الشيء أسرع Asking where the services are located السؤال عن أماكن تواجد الخدمات Excuse me عذرا where can I get my shirt cleaned عفوا وين أقدر أنظف قميصي أو وين أقدر أجد مكان أستطيع أن أنظف فيه قميصي طبعا هاي كلمة my shirt cleaned هاي أكيد يعني مو شيرت أي شيء أقدر أقول عليها أي شيء أقدر أستخدمها Do you know where I can buy a new t-shirt أتعرف أين أستطيع أن أشتري t-shirt طبعا إذا واحد سأل هذا السؤال جواب I think أنا أعتقد there is a dry cleaners أعتقد بأنه أكو مكان لتنظيف الغسالة للغسالة لتنظيف الملابس in the mall cross the street طبعا هنا مخلينها داخل خط طبعا ليش داخل خط لأنها مفتوحة يعني open يعني نقدر احنا براحتنا نقدم ونأخر او نضيف ونعدل ونرتب حسب الموقف اللي احنا بيه on the corner of طبعا هذا الاسم عادي مثلا نقول it is near to the turkey restaurant the restaurant turkey مثلا بقرب المطعم التركي او بقرب مثلا كذا اي مكان معروف ساحة التحرير وإلى آخره. You can try the store on the Washington Street. يمكنك أن تجرب أو ترى المغسالة أو المكان اللي لتنظيف الملابس في شارع واشنطن. طبعاً هذا الحكي يعني اللي بالأصفر أنا محددة. هذا it is يعني open. نقدر we can change it according to the situation. وفقاً إلى الموقف. Next to the King Building بجوار بناية الملك أو ممكن نقول next to the على سبيل المثال الجبوري Building بناية الجبوري أو بناية كذا أي أسماء موجودة معروفة عندنا حسب المنطقة اللي أنت بيها هذا الشيء طبعا يكون حسب إذا واحد سألني أين أجد أنظف مكاني أين أنظف سيارتي أين أصلح سيارتي أين أصلح موبايلي أين كذا أين كذا الجواب لذلك راح يكون I think there is أعتقد بأن هنالك مثلا أيا كان الطلب يعني هذا بشكل عام أو إذا أريد نتكلم عن الملابس نقول there is a dry cleaner منظف ملابس بالنسبة للـ practice one listen to the example استمع إلى الأمثلة and then ask your partner وأسأل زميلك where you can run three of the following Air and this. Your
Harnetter will look at the map, find the answer. طبعا هنا على هنا عندنا هاي الخريطة, يعني المفروض بالخريطة هنا يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نقول احنا واقفين مثلا مثلا في السيتي بانك مثلا الواحد خلينا نقول واقف هنا هنا بهاي المنطقة ويريد يروح على سبيل المثال الى ال خلينا نقول مثلا على سبيل المثال يريد نروح على كوبي فاكس سيرفيسز مثلا نريد نروح على هاي المنطقة, فاحنا مثلا نريد نتكلم عنه. انا هنا واقف اقول له go اذهب in the second street, اذهب بالشارع الثاني, هذا الشارع الاول مثلا هذا الشارع الثاني, او نقدر نسميه go to Washington street, اذهب الى شارع واشنطن, and it is next to the city bank, وهي ستكون بقرب بنك المدينة, سيتي بنك يعني بنك المدينة. أو ممكن أقول له go to the eastern route, اذهب إلى طريق eastern, it is in the middle of the road, إنه في وسط الطريق. طبعا هذا الكلام من عندي, يعني أنا أقدر أتكلم من عنده. يعني هسه مثلا check your email, check الإيميل مالتك, buy some aspirin, تشتري بعض الأسبرين. طبعا هاي صيدلية, فاحنا ندور وين اكو صيدلية او مستشفى مثلا, وين اكو عندي صيدلية او اكو عندي مستشفى بهذا المخطط, احنا راح نوصف له, نقول له next بجوار هذا مثلا عندنا الفارماسي هاي الفارماسي. طبعا ممكن اقول له go to the مثلا على سبيل المثال Eastern Road, اذهب إلى طريق Eastern and على سبيل المثال at the end of the street, في نهاية الشارع, close أو near to the telephone company, إلى شركة الهاتف وإلى آخره. طبعا هذا الموضوع يعني يختلف من شخص لشخص حسب الوصف اللي هو يستخدمه, فيعني هاي هي الفكرة. فإذا واحد قال لي اشتري على سبيل المثال get your cart clean, نظف الكارت مالتك, نشوف هنا وين عندنا, هنا مثلا عندنا هاي منظفات, راح نقول له اذهب الى لينكولن ستريت مثلا, واقول له it is close to بالقرب من مثلا جونز انترنت كوفي, او it is مثلا على سبيل المثال across أو وإلى آخره من هذه الأمور. يعني هنا هو المهم بين أن نحفظ الكلمات اللي إحنا خذناها من القصة قطعة المحادثة اللي هي بها across أو front وإلى آخره. عندنا البراكتس الثاني هنا يقول لك listen to the example, استمع للمحادثة, this time ask your partner where can you run three of these errands, your partner will look at the map to find the answer. ايضا هنا تتكلم عن الخريطة, نتكلم عن الخريطة ايضا, فانت راح تسأل send a fax, ترسل الفاكس, get your picture taken, buy some airline ticket, تشتري تذاكر, get your hair cut, تزين تحلق, get some cash, تاخذ اموال, get your shoes repaired, تصلح اجلكم الله الحذاء. فهذه هي الفكرة, يعني نستبدل الادوار, واحد يسأل واحد يقول له روح الكذا وكذا وكذا.
يعني الفكرة إنه أنا لازم أوصف الاتجاهات أو أوصف الأماكن. وطبعاً عندنا كلمات هنا راح تساعدنا، مثلاً عندنا across from، across from يعني عبر كذا، مر من كذا مكان، near بالقرب من، between بين، next to بجوار، on the corner على الزاوية الفلانية، behind يعني وراء، وراء يعني behind. فيعني هاي الكلمات راح تساعدنا بالوصف، ضروري جدا نحفظها ونركز عليها. طيب والله هو ناس قايل انه طبعا building describing building which one the king building it is a big class office building with just past park. يعني هي بناية مثل ما ذكرنا من بكبيرة من وتحتوي على زجاج وتكون وراء البارك، past the park، وراء البارك، وراء المنتزه. فمثلا هنا عندنا the police station، the police station محطة أو الشرطة يعني. طيب وصفها، احنا نريد وصفها. طبعا هو هذا اكو صوت لازم نسمعه ونتكلم عنه، بس هسه احنا مثلا محطة الشرطة مثلا short red brick building all the grey stone red class tower short orange building بناية خضراء برتقالية tall red brick building tall black office tower. يعني هذا الصور اللي ممكن تساعدنا، يقول لك مثلا وين مركز الشرطة على سبيل المثال، فأنت لازم توصفه. وهذا الوصف طبعا ممكن نقول short red building بناية قصيرة، ومثلا هذه شوفها مطاولة صغيرة، مثلا الإيطاليان امباسي السفارة الإيطالية، the science museum المتحف الفن العلمي، the grand bank tower Italian Embassy the Center Department Store. احنا نجي نوصفه. فاذا احنا ما نريد نوصف شيء دائما نعطي صفات، مثلا طويل واحمر، مثلا بنايه عاليه، احنا نقول هسه حتى هنا بالعراق نريد نتكلم نقول بنايه عاليه وحمراء وشباكها كذا، مثلا بابها كذا يعني. فمثلا نقول يا باني ساكن بالشارع كذا، البنايه لونها اسود بلاك، tall بناية سوداء وطويلة with a red door والباب يكون أحمر. ممكن هاي نضيفها احنا من عندنا ان الباب يكون أحمر. هذا شوية وصف يخلينا ندلي الشخص اللي يحب يسأل عن ذلك الشيء، عن ذلك الشيء. هنا طبعا ايضا عندنا محادثة، يقول listen to the conversation، استمع الى المحادثة ما بين شخصين وشنو اللي راح يصير وشنو اللي راح يشترون. طبعا هنا لازم نسمع الكلام، وورا ما نسمع الكلام نجاوب عليه. listen to the again and write the letter of the building next to the correct name. هنا نسمع المحادثة وبعدين نكتب الحروف اللي سمعناها بالصوت. هذا لازم نسمع الصوت مالته، يعني احنا نحاول نعطيكم الفكرة، ويعني الموضوع يصير بسيط ان شاء الله. Describe the location of each building. صف موقع الأماكن، هذا موضوع بسيط. مثلا نقول مثلا البناية هذه it is يعني خلينا نقول blue، أعتقد لونها blue tall طويلة وزرقاء، red tall طويلة وحمراء، orange يعني مثلا نقول يعني short red بناية مثلا أورنج برتقالية، نوصفها يعني وإلى آخره يعني نوصف البناية، وصف البناية. طيب نجي هسه على let's talk، دعنا نتحدث. part 1 choose one of the services below and write it in the chart. يقول هنا اكتب اختار واحد من هذه واكتبها في الجدول. مثلا person's name اسم شخص، name of the place اسم مكان، location
الموقع building description البناية البناية. طيب مثلا نجي على سبيل المثال هذه الصورة، هذا الشخص شو نسميه؟ نعم هسه مثلا هذا الشخص حلاق، يعني خلينا نقول هذا الحلاق، نقول اكتب هنا حلاق، حلاقة يعني المكان اللي هو وين كذا، ولا رقم البناية، عفوا وصف البناية. مثلا على سبيل المثال هاي مكتب، هذا كمبيوتر. مثلا على سبيل المثال مثلا كمبيوتر لابتوب، مثلا the name of the place laboratory المكتبة، اللوكيشن وين موقع المكتبة، مثلا هي موقعها بالقرب من جامعة بغداد أو الجامعة المستنصرية. وصف المكان المكتبة it is a short black، طويلة قصيرة، بناية طويلة قصيرة وسوداء على سبيل المثال. نجهز مثلا وإلى آخره وإلى آخره. طبعا هاي الصور نفس النظام. Part 2 يقول walk around the class and ask 10 people where they would get the service done. يعني يقول الأستاذ أو الطالب يسأل الطلاب، يقول لهم مثلا اوصفوا لي هذا الشيء، مثلا يعطيهم مثلا خلينا نقول جهاز أو شيء، يابا هذا الشيء وين استخدمته، ووصف لي المكان أو صف لي كذا، يعني هيك أمور. Part 3 يقول present the result of your server to class which place was most popular. مو مهم أنا هذا، طبعا هذا الحكي المفروض يكون بالصف، يعني مو بالتدريس، بالصف المفروض يكون، هذا يكون عملي لأن هذا الجزء هو كله عملي، هذا الجزء كله يكون عملي.